أنا دائماً أركز على أهدافي وأكتب ملاحظاتي، وبنفس الوقت أركز على نقاطي لأني ما راح أخسر يا أهل. جات لين عندي خلاص. عمار الحربي. عمار الجهني. كلهم عمار؟ عمار الحربي وعمار الجهني. اليوم وش بتقول على الاسم؟ أنا عموري. عمار وعمار الجهني والحربي. عمار الجهني؟ آه والحربي هنا. أشوف التقرير هذا. الاسم عمار عمار الحربي، أبلغ من عمر 18 سنة، وأدرس في جامعة الطيبة تخصص فيزياء. معك المشترك عمار محمد الجهني، عمره 22. هواياتي الإنشاد واهتماماتي السوشيال ميديا في وقت الفراغ. شفت المسابقة، تحمست لها وشاركت فيها. إن شاء الله راح أجاوب الأسئلة كلها بإذن الله، بتقسمها مع أخوي. إن شاء الله إني أجاوب على 5 أسئلة باستعانة مشاري أخوي. عمار الجهني وعمار الحربي. عمار الجهني بإذن الله حيختمها ختام مسك بإذن الله. بالنسبة لعمار الحربي، دائما زي كل حلقة أتفائل في أي شخص معي وأقول إنه بفوز. قصدك في كل حلقة إنك بتهايب علي؟ أنا ما يرضيني ذا الكلام يا مشاري، قول لنا تفضلوا، لأني أنا حنهي اليوم المسابقة بنصيب عمار الجهني. يلا تفضلوا الله يسعدكم. يلا أنا أحب المتسابقين، لا أوصيكم الهمة الهمة يا أخوان. يا رب تفضل. بإذن الله فمان الله فالكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. مجموع النقاط السابقة هبة 8 نقاط، سبايكي 12 نقطة.